بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين مع بعض في حلقة النهاردة ناخد formatting the display. يعني ايه معنى كلمة formatting the display؟ الشاشة اللي احنا بنطبع عليها دي، خلاص بنطبع عليها جمل وكلمات، فلازم احنا نقدر واحنا بنطبع الكلمات نطبعها بشكل معين. طيب طبعا ده بارت 1، يعني فورماتنج ليه دوت بارت 1، لسه في بارت 2 هناخده ان شاء الله بس قدام شوية. اول حاجة الفرق بين برنت وبرنتلين، ده اول حاجة هناخدها. عشان نفهم الفرق هناخد مثال على طول. لو انا جيت قلت له اطبع اللي هو سيستم دوت، خلينا نكتبها كاملة علشان ايه، سيستم dot system dot out dot print len مثلا، طبعت حرف الاي وبعد كده جيت قلت له system dot out dot print، طبعت حرف البي. بعد طبعا اي جملة بتطبع جوه البرنت او البرنت لين لازم نحطها ما بين دبل كوتيشن. بعد كده نقول له system dot print، طبعنا حرف السي. بعد كده هو اطبع، انا بدي مثال متنوع عشان ايه برنت لين، هنا بقى المرة دي اطبع حرف الدي. بعد كده هو اطبع بس ببرنت حرف الاي، تمام، وهكذا بقى. طيب اول حاجة لما يجي يطبع برنت لين يطبع ايه، وبعد ايه الكيرسور، في حاجة اسمها كيرسور ينزل لتحت اللي هو المؤشر، يعني كأنه بيطبع ايه وبعدها نيو لاين، يعني نزل لتحت. بعد كده لما يجي يطبع البي يطبع البي تحتها، وعلشان البي برنت مش برنت لاين، السي تطبع جنبها، السي تطبع جنبها. طيب الدي تطبع فين، هو يطبع سي وما ينزلش سطر، يفضل المؤشر واقف جنبها. الدي يطبع فين، يطبع جنبها. طيب بعد ما يطبع جنبها المؤشر ينزل تحت، يعني كلمة لن دي بتتسبب ان المؤشر ينزل في بداية السطر الجديد. بعد كده الاي يطبع الاي فين، في سطر جديد والمؤشر يفضل في نفس السطر، يبقى برنت لن كأنه بيقول له اطبع الجملة ثم انزل في سطر ايه بعد، يعني الجملة اللي تطبع بعد برنت لن تطبع تحتها مش جنبها. طب الجملة اللي تطبع بعد برنت تطبع جنبها مش تحتها، ده الفرق ما بين برنت وبرنت لين، تمام. طيب تعالوا بقى ناخد حاجة اسمها الاسكيب، اسكيب سيكونس كاركترز. ايه هما بقى الاسكيب سيكونس كاركترز الموجودين في الجافا؟ اول حاجة باك سلاش ان، باك سلاش تي، باك سلاش ار، باك سلاش اف، باك سلاش، باك سلاش، باك سلاش دبل كوتيشن، باك سلاش سنجل كود، باك سلاش بي. تعالوا نشرح الكلام ده بأمثلة. هنمسك أول حاجة باك سلاش ان ونشوف باك سلاش ان دي بتشتغل ازاي. لو أنا جيت قلت له اطبع وجيت قلت له بين دبل كوتيشن كده ويلكم، ويلكم تو باك سلاش ان، وقلت له جافا وقفلت وسيمي كولون، ده هيطبع على الشاشة ايه؟ هيطبع على الشاشة بتاعتي خلاص كلمة ويلكم تو، والباك سلاش ان تتسبب في طباعة سطر جديد، يعني ينزل السطر اللي بعده اللي هو تو جافا، يعني جافا تنزل في السطر اللي بعده، تمام. طيب بعد كده هوت، انا بس عايز اقول في نقطة ان الشاشة اللي انا بطبع عليها الشاشة دي خلاص اسمها شاشة الكونسول، اسمها كده، هو هما بيسموها الكونسول او الكوماند، بتتكون من الكوماند دي من مؤشر، المؤشر ده اللي هو شرطة الوميض اللي بتطفي وتنور لما بنشوفها. المؤشر ده اسمه كيرسور، الكيرسور ده بقدر اتحكم فيه في اوامر، احركه ارجعه انزله تحت، خلاص بقدر ايه ان انا اتحكم فيه باوامر. فلما انا قلت له باك سلاش ان دي، باك سلاش ان دي معناها نزل الكرسور الى سطر جديد،
يعني تتسبب في نزول المؤشر إلى سطر جديد. طيب تعالوا نشوف الأمر اللي بعده اللي هو باك سلاش دبل كوتيشن. باك سلاش دبل كوتيشن، خلينا نمسك أهو الأمر ده، باك سلاش دبل كوتيشن وباك سلاش سنجل كوت. ناخد الأمرين دول، لو أنا جيت قلت له اطبع وجيت قلت له باك سلاش دبل كوتيشن وقلت له ويلكم باك سلاش دبل كوتيشن، وبعد كده خدت باك سلاش ان، بعد كده قلت له ويلكم، وبعد كده قفلت الدبل كوتيشن وقلت له سيمي كولن. الجزء ده بيروح على الشاشة يطبع دبل كوتيشن، بعد كده يطبع كلمة ويلكم، بعد كده باك سلاش دبل كوتيشن ده يطبع على شاشة دبل كوتيشن، بعد كده باك سلاش ان ينزل الكرسور في سطر جديد، بعد كده يطبع كلمة ويلكم. اتمنى تكون اتفهمت. يبقى باك سلاش دبل كوتيشن بيطبع على شاشة دبل كوتيشن بس. طيب لو انا طبعت الجملة هي اللي هتطبع ما بين دبل كوتيشن، باك سلاش سنجل كوت، بعد كده ويلكم، بعد كده باك سلاش سنجل كوت، بعد كده باك سلاش ان، بعد كده ويلكم. تعالوا نشوف باك سلاش سنجل كوت وباك سلاش سنجل كوت وما بينهم ويلكم هتطبع كده على الشاشة، سنجل كوت ويلكم سنجل كوت. النيو لاين ينزل سطر جديد ويطبع كلمة ويلكم. طيب تعالوا نشوف اللي عليها الدور. خلاص احنا كده اخدنا رقم 2 الباك سلاش دبل كوتيشن والباك سلاش سنجل كوت. رقم 3 هناخد الباك سلاش باك سلاش 2 باك سلاش. دي عادة ما تستخدم في طباعة مسار ملف، يعني مثلا لما اجي اقول له ملف على السي 2 باك سلاش، على جافا 2 باك سلاش، على بن، وقفلت وقفلت وكده. دي تطبع على الشاشة ازاي؟ على الشاشة بتاعتي هتطبع على السي نقطتين سنجل باك سلاش، يبقى الدبل باك سلاش هنا تطبع مرة واحدة، بعد كده هنطبع جافا، بعد كده سنجل باك سلاش، بعد كده ايه بن. طيب بعد كده هو تعالوا نشوف مثال على الباك سلاش تي. رقم 4 نشوف مثال على الباك سلاش تي. الباك سلاش تي دي اختصار تابيوليت تو نيكست زون. الزون في الجافا او في معظم لغات البرمجة، الزون بثمان حروف، ادي حرف 2 3 4 5 6 7 8، ده كده زون واحدة. زون 1 2 3 4 5 6 7 8، وده كده الزون التانية، تمام؟ طب لما انا اجي اقول له ايه؟ اجي اقول له اطبع، واجي افتح قوس كده واقول له بين دبل كوتيشن، شوف الجملة اللي احنا هنطبعها، اربع اهات، 1 2 3 4، بعد كده باك سلاش تي، بعد كده كم ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اهات، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعد كده باك سلاش تي، بعد كده اربع اهات. تعالوا نشوف بقى الكلام بيطبع ازاي. اول حاجة هياخد الاربع اهات يطبعهم في الزون الاولانية، ادي اربع اهات والكرسور هنا. باك سلاش تي معناها انقل الكرسور للزون التانية، فيقوم ناقل الكرسور للزون التانية، وبعد كده يطبع تمن اهات، 1 2 3 4 5 6 7 8 اهات، والكرسور واقف في الزون التالتة. ما خلاص الزون التانية خلصت، مش خد كل الحروف اللي فيها 8، الزون التالتة بدأ فيها. يطبع بعد كده اربع اهات، 1 2 3 4. السؤال اسف، بعد كده قال له باك سلاش تي، لا احنا هنا نمسح الجزء ده. بعد كده قال له باك سلاش تي معناها، طب ممكن معلش عشان بس الـ هنا صفحة كده ايه، عشان برضو ايه انا حاسس ان الناس مش فاهمة، فانا عايز امسح دي كده خلاص واعمل شاشة واسعة كده كبيرة شوية.
واعمل شاشة كده ايه واسعة الناس تفهم اكتر. اهي ادي الشاشة، الشاشة بتاعتي شاشة الكمبيوتر اهي. شاشة الكمبيوتر دي مقسمة الى زونز، مناطق. ادي نقطة 2 3 4 5 6 7 8، ودي المنطقة الاولى، الزون الاولى، الزون الاولى نقطة 2 3 4 5 6 7 8، وادي الزون التانية نقطة 2 3 4 5 6 7 8، وادي الزون التالتة، وهكذا. لما اجي اطبع الاربع اهات هيطبع ايه 2 3 4، والكرسور واقف هنا، قال له باك سلاش تي. باك سلاش تي معناه جامب تو ذا نيكست زون، جامب يعني معناها جامب هنا للزون دي. يطبع بعد كده 8 اهات، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهو كده كده واقف عند الزون اللي بعد كده. بعد كده قال له باك سلاش تي جامب تو ذا نيكست زون، بعد كده 4 اهات. السؤال بقى، السؤال في الباك سلاش تي هنا ساب كام مسافة؟ لو عدينا هنلاقي ساب 4 مسافات. طب الباك سلاش تي التانية ساب كام مسافة؟ ساب هنا 8 مسافات، 8 مسافات. اذا ما يجيش بقى حد يقول لك الباك سلاش تي بتسيب 8 مسافات، لا، ممكن تسيب 4، ممكن تسيب 8، ممكن تسيب 6. طب هنعرف ازاي؟ حسب انا واقف فين في الزون. اخر نقطة انا واقف فيها في الزون هي اللي هتحدد اذا كنت هنتقل للزون اللي بعد كده، هسيب مسافة 2 3 4، وهكذا. طيب اللي عايز يعمل سيف للصفحة، عشان انا همسحها عشان نشوف حاجة تانية. بعد كده هو في عندنا حاجة اسمها الباك سلاش ار، باك سلاش ار. باك سلاش ار دي معناها ايه؟ معناها move the cursor to the beginning of the current، حرك الكرسور لبداية current line. طيب على سبيل المثال، دي طبعا لازم ناخدها بمثال. لو انا جيت قلت له ايه، قلت له اطبع، وجيت قلت له هنا welcome، بعد كده باك سلاش ار، بعد كده ايه ايه، سهلة هنا. اول حاجة هيطبع كلمة ويلكم، بعد كده الكرسور واقف هنا. باك سلاش ار دي بقى خلت الكرسور يجي عند البداية، بعد كده قال له اطبع ايه ايه، يطبع فوقيها ايه ثم ايه كده اهو. كل ده طبعا هنشتغل على ايه، على الكونسول، احنا شغالين على الكوماند او على الكونسول. ده كده الباك سلاش ار. طيب باك سلاش بي، باك سلاش بي معناها سنجل، سنجل باك سبيس انسرت، بتنزلك ا باك سبيس، يعني كاني دوست باك سبيس، تمام. طب مثال، لو جيت قلت له اطبع، وجيت قلت له اي 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 باك سلاش بي، بعد كده بي واحده، تمام. ده معناه ايه؟ معناه ادي الشاشه بتاعتي، اطبع 3 اهات، بعد كده الكرسور واقف هنا، رجع لي الكرسور ورا مسافة، ده الباك سلاش بي عملت كده. بعد كده اطبع حرف البي، اطبعه فوقيها، خلاص. فده الناتج بتاع الطباعة. ده كده كانت نظرة سريعة على الايه، على الاشكال، او ازاي نطبع الارقام، وخدنا الفرق ما بين البرنت والبرنتلين، خلاص. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا وإلى اللقاء.